صباح الخير مشاهدينا، ان شاء الله قطعتوا اسبوع كان مليء بالاخبار المنيحه. مالغري انه هيدا الاسبوع رح يكون ختام للنشاطات ورح نفوت باللوك داون، بس ان شاء الله هيدا اللوك داون يخفف من كميه عدد الاصابات بالكورونا، وبليز اهتموا بصحتكم. ومن شان هيك انا اليوم بحب كثير اقول انه غسلوا ايديكم، حطوا الماسك، ما تتجمعوا ببيوت اذا صار في لوك داون. وهلا بنفس الثانيه رح رحب بصديقتي اللي رح يمكن اخر مره بترافقني يوم جمعه، ما عبالي يكون اخر نهار كريستال، تعودنا على بعض. يعني ما بعرف، انا قلت صديقتي على التلفزيون، انا ما عاد عبالي اقول زميلتي، كثير انبسطت بوجودك معي. وانا هون كمان دغوتي، كريستال اكثر. كيف تحضيرك لللوك داون مع الاولاد؟ يعني هلا يعني عرفتي على اللوك داون، عم نشوف كثير في عجقه سير. اول شيء بدنا نحذر المشاهدين انه عن جد اذا ما عندكم شيء كثير طارئ، اذا بس قصه سوبر ماركت رح تضلها فاتحه، سو نخفف شوي عجقه على الطريق، ايه لانه صحيح، اليوم حيكون كارثه. مبين من الصبح كيف مبلشي هيك عجقه السير، يعني ان شاء الله بليز بشكل كارثه. ويهتموا انه على مهل وياخذوا السيفتي ومثل ما قلتي بريكوشنز. كريستال انه نخفف تجمعات بالبيت، لانه هلا اللي رح يصير انه بتوقف الظهرات لبرا ونصير عم ومنبلش الو نركز، يلا تعوا تفضلوا. ما هيك يعني بليز ننصح المشاهدين انه عن جد ناخذ الاحتياطات اللازمه لهالتو ويكس تنقدر نعيد مية شهر بالمية ديسمبر أهم ما شيء نكون عم نخفف نعيش التجمعات حتى بالبيوت، يعني ما في مجال إنه نحن نكون عم نتجمع ونقعد بكمية كبيرة، ولأنه المستشفيات عن جد ما بقى ما تحمل، بتحمل. وعم نشوف حالات وفيات كثيرة، ما حدا عباله يخسر عزيز على قلبه. ولأنه بدنا نحضر لشهر الميلاد للميلاد منال، نعم ونحن بأحد بنفوت بصوم الميلاد، صحيح، مشان هيك خلينا نسمع مع المشاهدين ترتيلة تحضرنا كمان روحانيا. يلا. هلم يا حددت الكنيسة الأرثوذكسية صوم الميلاد من 15 الشهر لغاية 24 كانون الأول. حددت من المجمع المنعقد بالقسطنطينية سنة 1166 بأربعين يوم، ومن بعدها صار سبعة أيام. وهي الترفع عن الدنيويات والملذات الجسدية، وليس الصوم هو هدف بحد ذاته، إنما وسيلة لبلوغ الهدف.
على أمل يكون صوم مبارك وهيك نبلش زمن الميلاد نكون هيك مرتاحين نفسيا وجسديا. عن جد، وان شاء الله بهيدا التو ويكس اللوك داون العيلة لما تجتمع مع بعضها يعملوا وقت صلاة تا يحضروا حالهم نفسيا، نستفيد من هالاسبوعين لنتحضر نفسيا ومعنويا انه اللي جاي احلى، ونآمن انه الله ما عم بيقصصنا، الله يمكن عم بحب يذكرنا بس بوقت نعطيه اياه بفترة كورونا وهلا اللوك داون، مية نستفيد من بالمية هيدا الشيء. صحيح كريستال. كيف الطقس؟ يلا هلا بشوف حالة الطقس. الطقس مستقر مشمس وقليل الغيوم، هو بانتظار المنطقة، بلش من الأربعاء ورح يستمر لغاية الأحد ظهرا. الحرارة على الساحل بتتراوح بين 25 و 27 درجة نهارا وبتنخفض لل 22 درجة ليلا، بالبقى 20 درجة نهارا وبتنخفض لل 9 درجات ليلا، على الجبال 16 درجة نهارا وبتنخفض لل 8 درجات ليلا. رياح شرقية لشمالية سرعتها بين 20 و 30 كيلومتر بالساعة. الضغط الجوي 1021 هكتو باسكال، رطوبة 60% ل 88%. هيدي حالة الطقس، منيح. يعني حيكون طقس مستقر، ما في كتير شتاء، يعني ممكن يكون في شوية شتاء هيك متفرقة، بس مفروض يتغير الطقس ابتداء نهار الأحد ظهرا. يعني هلأ اللي حابب شوي يقبع وينشف ويغسل يبلش. يستفيد من هالكم يوم. بعد هالأسبوع الماضي كان كتير ممتر، لا منيح، انا بحب تحب البريك الشتاء؟ صار، لا ايه بحب مية البريك يعني بالمية بين هيدا وهيدا يعطونا بريك يعني فور ايه وان ويك بنرجع. مية بالمية هلا هيك باللوك داون اذا شوي شتت مالي لانه بتقولي اوريدي المقلك جاي هيك هيك تطلعي، مزروبين بس اذا فينا هلا نظهر شوي لا خليها ما مية تشت. بالمية بس هلأ هاليومين أصلا، يمكن اليوم آخر يوم، اخر يوم بكرة بنبلش لوك داون. هلأ حنكون مع فقرة نساء رائدات. ستيفاني كوليك، فيما اخترع الرجال الرصاصة ليشعلوا الحروب كانت المرأة ولا تزال تعمل من أجل الحياة. ستيفاني كوليك هي كيميائية أمريكية من مواليد العام 1923، اخترعت ألياف كافلار التي تستخدم في صناعة السترات الواقية من الرصاص. حصلت على 40 براءة اختراع في مجال صناعة الألياف. انضمت بعدها لشركة دوبون للكيماويات لتعمل كباحثة في مختبر أبحاث الشركة، وفي الأربعين من عمرها كلفتها الشركة بالبحث عن نوعية ألياف يمكن استخدامها بدلاً من الصلب في صناعة إطارات السيارات. طورت كوليك هذا الاختراع ليشمل أنواع عديدة من الكفلار، والذي يستخدم اليوم في الستر الواقية من الرصاص، سيارات، طائرات، ملابس الرياضة وغيرها. توفيت كوليك في سنة 2014. قد ايه حلو كريستال نشوف هيك نساء رائدات، يعني نحكي عنهم نشوف انه ندوي المرأة عليهم هي عن قدرت جد. تعمل انجازات كتير بحياتها، الى جانب انه هي ام وبتربي اطفال بتربي اجيال وبتربي ما بعرف يعني شو، ممكن يعني شباب ممكن هن كمان يعملوا اختراعات من وراء امهاتهم اللي هن كانوا امهات صالحات. عن جد يعني بالاخير انه قد ايه بتعكس صوره الام انزي ركتومال، الولد بيرجع بيقلدها بقصص، او طبيعي يمكن البنت ترجع تقلد امها بلا ما تنتبه، يعني صحيح بالانكونسيون تبع امها بتكون عملت هيك هي بتعمل. دونك يعني قد ايه في قوه صحيح، بالام. هون هيك ما نستخف ابدا بقدرات الام، حتى لما تكون ربة منزل الام هي شخص كتير عظيم، مش ضروري تكون هي توصل لتعمل انجازات واختراعات لحتى نقول عنها مهمة، هي مجرد انه هي ام وعطت الحياة وربت أجيال هي حدا رائد، فكل مرة هي رائدة أكيد بمكانها. أكيد. وهلأ رح نشوف كريستال شو محضرتنا بـ About Events.
بتعرفي هلا في عشوات قربنا على العيد، قبل العيد في عشوات بيكونوا فاميلي اصغر اكبر او في ايفنتات عاديه، صحيح. وحتى على العيد او بلا عيد. كيف نحط الطاوله لكاجوال دينر؟ يعني كيف الدينر يكون بطريقه مرتبه؟ نحط ديزاين الطاوله، دائما بنحط الصحن بالنص، السكينه على اليمين والشوكه على اليسار، حد السكينه المفروض يكون فيه المعلقه، كباية المي بتجي على طرف اليمين، والصحن تبع الخبز واللي بنسميه حتى بنحط فيه زبده حتى ايام، مع سكينتها بتكون على الشمال، هيدي والنابكنز بالنص، هيدي السيت اب هو لكاجوال دينر. نعم. بدي اتمنى من المشاهدين يضلوا عم بيتابعونا كل جمعه تيشوفوا، رح نطلع من الكاجوال لنصير كل مره على ارسم، على انجيجمنت كيف بنعمل، على عشاء رسمي كيف بنعمل، بس البيزك تبع الطاوله نتعلم انه الصحن بالنص، السكينه على اليمين، الشوكه على اليسار، والمعلقه بنحطها طرف حد السكينه، والكبايه دائما طرف السكينه، هيدا بيكون سيت اب صغير نتمنى يبلشوا يستعملوه حتى ايفن على الغداء، ما ضروري بس للدينرز، لما بدنا نحط طاوله وما في عليها ايفنت كبير بس للعائله، حتى للعائله حلو تكون الطاوله مرتبه وما بدها كثير وقت، تبس صغير تحسس طاوله بهيك بروقي تبعها. يعني ان شاء الله يكونوا المشاهدين عم بيستمتعوا معنا منال بهالتيبس اللي عم بيصير، كثير حلوين يعني او يكونوا عم بيستفيدوا، وخليهم يضلوا عم بيتابعونا تنفرجيهم كيف بدنا نعلي الطاوله وكيف رح نوصل لنهار الميلاد كيف نزينها مع سانتر دو بيا السنتر بيس. كريستال كثير مهمين هول التيبس، يعني مع انه هن صغار بس هن لانهم صغار يمكن مهمين، لو اذا بتعجقيها على المشاهد ما رح يحفظهم، لا ايه هيك بنحفظهم كل وحده بيزك. يعني اول لحالها. شيء نبلش نحفظ السكينه وين محلها والشوكه وين محلها، حلوين. وبدنا نزيد اكيد نطلع هلا انا بالسيت اب. صراحه المعلومه جديده علي انه الكاجوال دينر بيكون عندنا صحن الخبز. الخبز هيدا ما كنت عارفه، كنت فكرتها يعني شيء كثير لا هيدا هو اللي نبلش فيه من بالكاجوال. اوكي. بعدين بتشوفي بتحضرينا بس ما تشوفي انه رح نزيد قصص حد الكاجوال حتى، وبكره رح نشوف انه في قصص صغيره، ما رح اخبر المشاهدين بعد اكثر، بس رح اقول لهم انه رح نشتغل مع بعض هيدا لوقت فتره الميلاد، كيف نعمل طاوله الغداء العيد كثير حلوه، وكيف نلعب حتى على سونتر دو بياس تبع الطاوله. عظيم، نحن حنكون ناطرين هول التيبس كريستال، شكرا كثير لك. ميرسي. وهلا حنكون مع المتفرقات. رصد تصاعد ملحوظ بأرقام حالات العنف، الهيئة الوطنية لشؤون المرأة تدعو البرلمانيين إلى تبني التعديلات على قانون العنف الأسري. بإطار عملية الرصد الدورية التي تقوم بها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وبتعاون مع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي حول عدد الاتصالات الواردة على الخط الساخن 1745 للتبليغ عن شكاوى العنف الأسري، تشير التقارير الصادرة عن قوى الأمن الداخلي إلى تصاعد ملحوظ بعدد الاتصالات الواردة بين 1 شباط 2020 و1 تشرين الأول 2020، أي منذ بداية جائحة الكوفيد 19، حيث ارتفع عدد الاتصالات بنسبة 51%. كما تظهر التقارير ازديادا كبيرا بالعنف الممارس ضد الأطفال، بلغت نسبته 242% خلال الفترة ذاتها، وذلك استنادا إلى تقارير قوى الأمن الداخلي حول الاتصالات الواردة على الخط الساخن 1745. وأمام هذا الواقع والمعطيات المقلقة، تدق الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية جرس الإنذار مجددا، وتطالب نواب الأمة لبذل أقصى جهود للحد من تزايد عدد جرائم العنف الأسري ولتأمين الحماية الفعالة للضحية ولأولادها، وذلك من خلال إقرار الاقتراحات التعديلية عن قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري المعروضة عليهم بأسرع وقت ممكن. كريستال، يعني هالخبر كتير مؤسف فعلا، أنه عم بزيد العنف ضد المرأة بالبيت وضد الأطفال يعني بشكل كتير كبير. نتمنى فعلا يعني هذا الخط الساخن هو موجود بين ايدين العالم، وهون الصرخه اللي وجهتها الهيئه
للبرلمان لحتى يقروا قوانين لتحمي المرأة وتحمي أطفالها. يعني خبر مؤسف، إن شاء الله يطلع في له حل. 100% ما فينا نقول غير هيك. وهلأ بنكون مع تيبس بول غانم. هاي، كلنا بنسمع عبارة apps are made in the kitchen. حالة شخص بيخلق عنده apps، طيب هينو هول الابس لازم يكون عنا نسبة واطية من الفات بجسمنا. In order to do so لازم نتمرن منيح 3 ل 5 مرات بالجمعة، ناكل enough protein 1.6 grams up to 2.5 grams حسب قد نتمرن، نشرب مي منيح، ننام منيح، وما ننسى انه ناكل in calorie deficit، يعني ناكل اقل من ما نحرق. Thank you، نشوفكم المرة الجاية. أعزائنا المشاهدين، ترونا بعد البريك.